طبعا كلنا سمعنا امبارح الخبر بتاع علي معلول وقصة التجديد بتاع العقد وانه طالب 1,700,000 دولار علشان يجدد عقده. جيت لكم النهاردة نحلل الموقف من ناحية الفلكية. ركزوا معايا على قد ما تقدروا علشان انا هشرح الموضوع وهبسطه على قد ما اقدر. بس طولوا بالكم عليا شوية. دلوقتي لو بصينا على الاهلي الاول هنلاقي ان يوم 26 مايو اللي فات كان في خسوف قمر في منطقة العقود في البيت التاني. خسوف القمر ده يعني ايه؟ يعني القمر اكتمل في البيت التامن. هو رحلة القمر العادية اللي هو من هلال وبيكبر بيكبر لحد ما بيكمل فول مون. حاجة رحلتها كملت وانتهت. دايرة واتقفلت. وخلصت وهنبدأ رحلة جديدة. ده معناه ايه؟ ده معناه ان فعلا في عقد انتهى وهيبدأ عقد جديد. ده من ناحية الاهلي. من ناحية علي معلول لو بصينا عنده برضو في بيت العقود هنلاقي فيه كارثة اسمها المريخ. دخل عنده من يوم 2 يونيو. المريخ اللي هو كوكب المشاكل والحرب والصراعات والخناقات موجودة في بيت التعاقدات. ده غير ان كوكب التعاقدات اصلا عطارد متراجع. ده غير ان زحل اللي بيحكم الجدي اللي هو صاحب بيت علي معلول متراجع. لو انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ ما فيش تعمل اي حاجة دلوقتي خالص. ما ينفعش تتفاوض على اي عقد ولا اي حاجه جديده دلوقتي خالص. قصه ان في المريخ موجود في بيت التعاقدات دي كارثه. ده اي عقد هتطلع منه في الفتره دي وتروح لعقد تاني هيبقى عقد فشل. حتى لو العقد الجديد اللي جالك ده ب 10 مليون دولار هتبقى اكتر حاجة هتندم عليها في حياتك. اكتر حاجة هتفشل بعد كده في حياتك. بليز 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 لو سمحت ما تعملش كده. على الاقل لحد ما عطارد يرجع يمشي في مساره الطبيعي والمريخ يطلع من بيت التعاقدات. لان بيت التعاقدات عندك اصلا فيه مشاكل. تخيل لو فسخت العقد مع الاهلي وقررت تروح في مكان تاني. المكان التاني ده في الوقت ده هيبقى اكبر غلطة عملتها في حياتك. احنا في النادي الاهلي بنحبك وعايزينك تكمل معانا. بليز بليز راجع نفسك. في خبر تاني معانا.